Doo 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 Na na na. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وحبيبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين هذا درس من دروس الفقه المعتاده في الأحساء الأحساء بلد تاريخها في الحضارة عريق حضارات من العماليق والفينيقيين وقبلهم كثير وبعدهم كان لها شرف عظيم في الدخول في هذا الدين وقد مدحهم صلى الله عليه وسلم اذ قال يقدم عليكم ناس هم خير اهل المشرق فأهل عبد القيس قرية جواثة وهي موجودة بها مسجد في صحيح البخاري عن ابن عباس أن ثاني مسجد جمع جمعت فيه جمعة في الإسلام بمسجد عبد القيس وهو قريب منا هنا لا يتجاوز عشرة أو اثني عشر كيلو وكانت هي العاصمة إذ ذاك واستمرت محافظة على هذا الخير والفضل إلى الآن إن شاء الله والمدارس هذا الدرس مثال ونموذج لمدارس فقهية منتشرة في هذه البلاد للأحناف والشافعية والحنابلة بل إن بيت آل فيروز الحنبلي العلماء والبيت المشهور في الفقه أنا لا أظن وقد تتبعت لا اعلم سيره حنبلي هنا في هذا العصر القرن هذا والذي قبله الا وتمر سلسلته من طريق ال فيروز مستحيل وهم بيت علم ومع ان الحنابله كانوا قله البلد كانت مالكيه الخليج كله مالكي وجنوب العراق مالكيه والحجاز قسم وقسم يزيد هذا وينقص هذا ريف مصر المغرب العربي كله، إلا أن تتغير الأحوال وتتبدل. الآن المدرسة الشافعية هي أكبر مدرسة في الأحساء ودروسها أكبر وأعمق وأكثر ومرتادوها أكثر. و يعني وهذه كلها ببركة شيخي وسيدي الشيخ أحمد الدوغان رحمه الله تعالى. انا لا اطيل في ذلك وما كنت اريد الحديث عن ذلك وما خطر ببالي الا لما رايت هذه النجوم من المدرسه الشافعيه التي نورت المكان نور الله قلوبنا واياهم بالايمان والعمل الصالح نحن الان في درس للفقه والفقه له سلم وله مراتب من قفز الى اعلى السلم سقط وهنا هنا الآن أناس ومدارس يتكلمون على يعني فقه الكتاب والسنه وحقيقه لا أحب الخوض في هذا كثير ولي مقدمه ان شاء الله في مقدمه الشرح الصغير ارجو ان يرى النور قريبا فيها شيء من ذلك وكتب اخرى كثيره موجوده واما درسنا عن مذهب مالك فلا فانا احيل الى العلامه الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله وسدد له رساله الى اهل ليبيا قريبه مسجله في اليوتيوب احرصوا على يعني الاحاله عليها وانزالها في رابط لمثل هذا الدرس ليستفيد منه من كان حريصا على ذلك فهي رساله قيمه ذكر فيها اشاره الى المذهب المالكي وفقهه واهميته انا اقول كلمه واحده المذاهب كلها هدى وحق وانسان يدرس علم بدون ان يدرس وياخذ طريق اساطينه واساتذته يتيه وما هذا التيه الذي نعيشه الان نحن الان في تيه كبير تيه وضياع كل يريد ان ياخذ من الكتاب والسنه ولكن حقيقه اذا تتبعت اصولهم لا تجد لهم اصولا يبنون عليها فهم فقط يخدعونك بهذا اللمعان والبريق الى مذاهب شيوخهم ومذاهب شيوخهم لا منهج لها ولا طريقه كل يوم هم ليسوا اتباع هوى لكنهم اهل بدعه الذي اعتقده وادين الله به انهم اهل بدعه وضلاله يعتقدون صوابها فتنه فتنوا بها اعاذنا الله واياكم من شر هذا وهذا هو الضياع واذكر رساله لاحد علماء الاحساء لزعيم هذه الطائفه المبتدعه ذكر له وساله اسئله في اصول الفقه وفي المعجاز وفي كذا وفي فرد عليه قال الذي انسان فقيه وكذا لا لا يشترط ان يحيط بهذه العلوم سبحان الله الامام الشافعي لما اخذ العلم في مكه وبرع فيه وجاء وأخذ عن مالك وأجازه مالك ذهب إلى العراق وذهب إلى البادية وتضلع في العربية سنين ثم ذهب إلى العراق واستفادوا منه واستفاد من حواراتهم هنا بلغ الرتبة ما هي رتبة بسيطة ما هي رتبة سهلة أنت تقول على الله هذا حلال وهذا حرام أنت تقول تفتي أنت توقع عن الله في هذا شرط في الصلاة وهذا مفسد للصلاة وهذا ركن في الصلاة وهذا وكذا وهذا يصحح البيع وهذا يفسد البيع أنت تقول عن الله عز وجل بس وقفت على حديث وانتهى المسألة آه يعني مثال بسيط وسادة الشافعية هنا حاضرون يعني حديث مثلا الربا ترى هو حديث أو حديثان الذهب بالذهب الى اخره واحاديث اخرى واختلف الائمه الاربعه والامه اختلفت في منزع اصل الربا الاقتياد ام الادخار ام الاقتياد ام الادخار ام 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 غير ذلك هذه فهوم ومدارك لا يهبها الله عز وجل الا لمن يشاء والخلص من عباده الامام الشافعي لما زار الامام احمد وكان احمد رحمه الله تعالى يجله يجل الشافعي جلال عظيم وهو اهل لذلك ولا يعرف يعني المسك الا اهله فيشرق بذكره حتى ان بنيه الامام احمد يعني احبت الشافعي قبل ان تراه ويقول هو كالصحه للابدان وكالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان فلما جاء عنده ونام ليله يعني هي قصه لكن لا لها معنى انا اريد شاهد واحد منها فلما أصبح قالت يا أبتي مدحت هذا الرجل وذكرت فيه ما فيه وذكرت أشياء في نظرها أنها يعني تعيب الإمام الشافعي قالت نام طول الليل وقام وصلى ولم يتوضأ فقال اسمعي يا بنيتي إلى أجوبته سألها أسئلة كما سألته فقال بت أتفكر في آية من كتاب الله واستنبطت منها كذا حكماً ونحن نمر على الآية وعلماؤنا الذين علماء هذا العصر قصدي ونحن منهم نحن صغار نحن طلاب علم شويا يعني أعور يدل أعمى فقال له أتفكر فيها واستنبطت منها كذا حكم ذهب بضع سنين واستأجر دواب لما أجيز في العلم ليأخذ العربية من أهلها أين نحن من تلك القامات ومن تلك الجبال العلم ما هو عبث لا نحب ان نطيل لكن هوى الشافعيه طغى على قلبي وحضورهم سبا سويدائي فاعذروني ايها الاخوه <applause> فنعود الى درسنا <applause> طبعا احلت الى الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه في هذه الرساله وكن اقول ائمه كلهم ائمه هدى اذا جئت الى ابي حنيفه واذا للامام الاكبر ومفتق الفقه وله يعني عجب وعجاب وتلامذتهم وغير ذلك كثير لكن لماذا انا اخذت مذهب مالك انظروا الى محاضره الشيخ عبد الله بن بيا لكن اقول اجتمع في الامام ما لم يجتمع في ظني في غيره اربعه امور او خمسه امامه في الرجال امام في رجال الحديث وامامه في الفقه وامامه في الحديث الثانيه امام في الحديث اذا روى الحديث يعني سلسله الذهب مالك عن نافع بن عمر البخاري ومسلم يعني اذا راي الحديث عن طريق مالك لا يعدلان ياخذانه يتركها غيره وامام في الفقه وهي المساله المهمه التي اجتمع فيها ائمه الفقه الاربعه وغيرهم ممن اندرست مذاهبهم وامام في السنه احوال الصحابه واحوال الرسول واحوال صليت ركعتين كنت على طهاره صلي قبل ان تجلس وما اشبه ذلك بالاضافه الى انه امام دار الهجره وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه قبل مالك كانوا يقولون فلان وفلان مثله فلان وفلان فلما جاء عصر مالك اطبقوا على انه مالك اطنبنا في غير محله مؤلفنا هذا هو مختصر في الفقه المالكي قديم واضعه هو الامام عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى من علماء الازهر الشريف من اعيان القرن العاشر الهجري وهو مختصر اعتنى به متاخرو المالكيه وشرحوه ممن شرحه ابن تركي وممن حش على شرح ابن تركي الصفتي او الصفدي وهو مختصر مفيد ما هو غير شامل لبعض لجمله من العبادات نبتديه غالبا للصغار وانا ارى حولي كبارا ولكن هو ليس موجها لكم انتم حضرتم في البدايه لتباركوا لنا ونسال الله ان ينفعنا ببركه حضوركم جميعا هو موجه للغلمان والولدان وما أشبه ذلك الصغار ذكورا وإناثا أو طلاب يبحثون عن طلب العلم ولو كانوا كبارا ما أخذوا من ذلك فهو أول المختصرات التي تدرسها في الغالب المدرسة المالكية وليس هذا بدعا فقديما من القرن الثالث كانت عندنا مختصرات كمختصر ابن عبد الحكم ثم جاءت المختصرات الأخرى وجاء ابن أبي زيد و يعني وعندنا مختصر للاخضري ومختصر في كل بلد في الغالب تجد مختصرات مشابهه وفي مذهب الساده الاحناف والساده الشافعيه والحنابله كذلك مختصرات للمبتدئين لان هذا العلم علم مترتب يعني سبحان الله انا اطلت اليوم في هذا الجانب على غير عاده ولكن سنحت الفرصه فاقول انظروا الان الى كتب المدارس انظروا الان الى اسياد هؤلاء الأمريكان والغرب وغيرهم المناهج التي أخذناها منهم ووضعناها في مدارسنا مناهج التربية للمواد تجد في الابتدائي مثلاً يدرس النحو صفراء خامس النحو سادس النحو سابع النحو متوسط النحو ثانوية النحو في الجامعة النحو طيب النحو لحد مراتب مراتب تاخذ شيء من العلم قليل ليهيئك لفهم ما بعده ثم يطور معلوماتك جاءك في مرحله اخرى وقد عندك معلومات بسيطه وذهنك قد تدرب يعطيك معلومات اوسع وهكذا لذلك قالوا قديما ان شرط تحصيل النهايات تصحيح البدايات ما تاتي تقفز على علم المنطق ولا علم الرياضيات ولا علم الفيزياء ولا علم الكيمياء تاخذه من نهايته تراه سحر او طلاسم لا تعرفها البته العلوم كلها كذلك النحو المنطق الفلسفه الادب لا تاتي لقصائد كبيره وانت ما تعرف معاني الكلمات وبدايه الابيات تدرج ليحصل الانسان ويصل للنتيجه المطلوبه فهذا من مقتصرات الفقه المالكي وطبعا بدأ رحمه الله تعالى بسبب تأليفه فقال بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى هذا ليس من كلامه ليس من عادة العلماء أن يعظموا أنفسهم وهو أهل للتعظيم تلاميذه قالوا ذلك ودونوه قال سألني كلامه بدأ من سألني وهو بيان سبب التأليف قد يبين أحيانا وقد يترك فقال سالني بعض الاصدقاء ان اعمل مقدمه في الفقه على مذهب الامام مالك بن انس رضي الله عنه الامام مالك بن انس فاجبته الى ذلك راجيا للثواب هذه مقدمته قال باب نواقض الوضوء طبعا معروف ان حديث الصحيح الطهور شطر الايمان لا صلاة بلا وضوء ما في صلاة شرط فيها الوضوء طبعا الله عز وجل رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وببركة نبيها صلى الله عليه وسلم خير ما خلق من خير مخلوقات الله على الإطلاق وسيد البشرية يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فمن خصائص هذه الأمة إذا عدم الماء التيمم سنتكلم عليه في بابه فبدأ بنواقض الوضوء يعني نواقض الأشياء التي إذا كنت متوضئا أو متيمما إلا أن نواقض التيمم تزيد قليلا هي نواقض الوضوء مع أشياء كوجود الماء وتذكره وهو في الصلاة بقربه أو ما أشبهه كما سيأتي في بابها فبدأ لك بهذا لأن الصلاة لا بد لها من وضوء لا بد لها من مبيح وضوء أو تيمم فبدأ بنواقض الوضوء فدائما قد يبدأون بالاوقات احيانا في بعض ابوابنا الفقهيه وقد يبدأون بالوضوء ويؤخرون النواقض قد يبدأون بالطاهر والنجس وباب قضاء الحاجه ابواب متشابهه متقاربه يتقدم بعضها على بعض حسب التصنيف لكنها مقدم في الغالب وقد يبدأون بالاوقات لان يعني الوقت هو شرط في الصلاه لا من احرم قبل دخول الوقت شاكا في دخول الوقت لا صلاه له عندنا فبدا هنا بهذا نواقض الوضوء والطهارة يعني عشان لنعرف هذه الامر هذا الامر المهم الطهارة يعني يعني اصل من اصول هذا الدين كليه من كلياته طهارة القلب وطهارة البدن وطهارة الثوب كل شيء تجد في الحياة طهارة ونظافة ابدأ بأي شيء تريد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخر الآيات فالطهارة لا بد منها آه يسألونك عن المحيض قولها أذن فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمرك الله حتى تطهر فإذا تطهرت بالماء ولو كانت فرضها التيمم لابد من غسل المحل بالماء كل شيء بالماء طهارة وثيابك فطهر طهارة القلب لها بابها أهل السلوك وأهل الأخلاق وأهل التصفية لهم باب في هذه التزكية ولها مراتب ليس هذا بابها نحن هنا نتكلم على طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة المقصود من ذلك يعني هذا الكتاب هو كتاب الطهارة وسنتكلم على كل فن في في بابه فكل هذه الامور تدل على انه هذا الاسلام شريعة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين شيء شامل للحياة تطهير للظاهر والباطن التطهير هذا له مدلولات في الحياة له مدلولات في الحياة الاجتماعية بول يغسل وكذا كذا يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وذكر أهل 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 قبا فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين كانوا يجمعون بين الاستنجاء الاستجمار والاستنجاء بالماء كل هذه تدل على أن هذه الحياة الشاملة لها أنظمة في الإجارة والمعاملات والبيع والنكاح والحج وكل شؤون الحياة ومنها هذا الباب حتى آداب قضاء الحاجة سنتكلم عليها أظن الشيخ لم يذكرها في مختصره فقال اعلم وفقك الله باب نواقض الوضوء أو باب نواقض الوضوء اعلم وفقك الله تعالى ان نواقض الوضوء على قسمين احداث واسباب واحداث هذا تقسيم فني هي تسرد احيانا الاحاديث السارده ما خصصت هذا نوع من التقدم في العلم والعرض وحسن البيان وحسن ال يعني ايصال المعلومه للمستمع او للقارئ او للسائل تصنيف والتصنيف مفيد في سهوله الاستيعاب وترسيخ المعلومه قال احداث واسباب احداث وربما اضاف بعضهم وما ليس باحداث ولا اسباب احداث وسياتي الكلام عليها قال فاما الاحداث فخمسه ثلاثه من القبل وهي المذي المذي سائل رقيق شفاف يخرج عند اللذه الصغرى ما هي اللذه الصغرى كان يفكر الانسان رجلا كان او امراه او يتامل او يلمس او يقبل او ما اشبه ذلك مما وقد يحصل له انعاض اي قيام للذكر ام لا وقد يحصل المذي بعده مباشره او معه او بعد حين قليله. فهذا اذا حصل يشعر بخروجه الانسان الرجل وحتى المراه تشعر بذلك في الغالب. فهذا المذي سيقول رحمه الله انه ناقض للوضوء. هذا ذكره في النواقض. ويجب منه غسل كامل الذكر او جل الذكر بالماء مع النيه هذا هو المشهور المعتمد ويتوضا اذا اراد الصلاه وقد كان علي رضي الله عنه رجل مذاء كثير خروج المذي وكان يستحيي ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته وزوج فاطمه فيستحيي فاوصى احد الصحابه المقداد بن اسود ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال نعم فليغسل ذكره وليتوضا، هذا حديث رواه الامام مالك ورواه الشيخان عنه وعن غيره. فدل على ان انه لا يحتاج الى نيه اي غسل الذكر من المذي، المذي نجس طبعا ولم يتكلم الشيخ على الاعيان النجسه لكن هذا يجب منه غسل جل الذكر او كامل الذكر المراه كذلك اذا احست ايضا بالمذي عليها ايضا تغسله وتتوضا ايضا للصلاه اذا ارادتها او لمس المصحف او للطواف او ما اشبه ذلك مما يشترط فيه الطهاره طبعا ليست كل رطوبات الفرج التي تخرج من المراه ناقضه لا شيء من الالتهابات والسوائل هذه لا تنقض الوضوء في, الـ في, الـ في الاصح انما اذا شعرت وهي تشعر بهذه اللذه كما يشعر الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال فيحصل لها ما يحصل لك فلذلك هذا يعتبر ناقض في حق المراه قد تشاهد مشهد قد يحصل ملامسه لكن الغالب على النساء التاثر بالملامسه اما الرجل قد يسرح بخياله ويحصل له ما يحصل قد يحصل اعظم من ذلك فقال المذي والودي وهو في عده لغات والودي وهو ايضا سائل شفاف لكنه في الغالب يعني قد يحصل بعد الوضوء بعد البول مباشره ليس بعد الوضوء بعد البول وهذا ناقض خارج من السبيل معتاد والخارج المعتاد من يعني السبيل فهنا يعني كما عرفه نعرف الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في يعني في حال الصحه والاعتياد لان السلس واشياء الأخرى لها احكام خاصه سنتكلم عليها اذا وصلنا اليها ان شاء الله فالودي غالبا هذا في الرجال انا لا اعرفه في النساء وقد يكون من يعني مرض في الظهر او او ما اشبهه يحصل احيانا صحه حسنه مع مرض في الظهر يحصل هذا السائل يشعر به الانسان وهو لزج شفاف لو لمسه وهو نجس ناقض للوضوء قال والبول واثنان من الدبر وهما الغائط والريح اما البول والغائط فهو محل اجماع واحاديثها كثيره او جاء احد منكم من الغائط كثيره احاديثهما وهو محل اجماع والاجماع هو لا يبنى الا على نص قد نطلع عليه وقد يغيب علينا ونصوصهما موجوده والاجماع هو اقوى درجات الاحتجاج والريح لكن يعني الريح عندنا مشكله فيها يعني الحديث الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان عنده مشكله في الريح فسأل رسول الله قال يعني يخيل الي وانا اصلي انه يعني يخرج مني ريح فهذا اجابه بجواب خاص مستثنى من القاعده الريح ناقض قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يسمع صوت او يجد ريح يشم رائحه اما غيره فهذا لان رجل يعني ياتيه ياتيه شك في الامر فخشي عليه وعلى فساد صلاته وفساد عقله فامره بذلك اما الرجل المعتاد الذي ليس عنده مشكله وليس يعني موسوسا في هذا الباب اذا وجد الريحة انتقض وضوءه آه وأما أسباب الأحداث فالنوم النوم هل تكلم اي تكلم عليه الشيخ سنقرأه ثم نشرحه قال والنوم فالنوم وهو على أربعة أقسام طويل ثقيل ينقض الوضوء قصير ثقيل ينقض الوضوء قصير خفيف لا ينقض الوضوء طويل خفيف يستحب منه الوضوء النوم في الاصل غياب الاحساس واذا غاب احساس الانسان يخرج منه ريح وغيرها ولا يشعر اختلف العلماء في مساله النوم والإس... كان جالسا مستثفرا او كذا لكن هذا هو التفصيل الذي ذكره الامام العشماوي هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود وابن ماجه يقول العين وكاء السهي فمن نام فليتوضا وقد فسر الامام مالك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم قال اذا قمتم من النوم ومثله قد فسرت هذه الايه ايضا غيره فسرها من ائمه التفسير بمثل هذا فمعناه النائم والمقصود بالنائم هو النوم الثقيل ويستثنى منه النوم الخفيف بدليل قصه تاخير الثابته في في, في الاحاديث الصحيحه تاخير العشاء اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما العشاء في روايه الى ثلث الليل وفي روايه الى نصف الليل حتى ان الرجل كان يضرب ذقنه ينام وهو جالس ويقوم وما ورد ان احدا منهم توضا فقالوا هذا نوم خفيف لأنهم يشعرون ينتظرون الصلاة ورسول الله طبعا أخبرهم أنه لولا أن هذا يعني شق عليهم لكان هذا أفضل وقتها فالمدار شاهدنا أنه ينام نوما خفيفا وورد في الموطأ أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان كم الساعة لا نحبسكم يعني كان ينام في المسجد وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضا هذا هو تفصيل النوم لكن اذا طال النوم طبعا مدار الخفيف والثقيل نشرحه ما مقدار او ما مدار الخفيف والثقيل الخفيف الذي يشعر بمن حوله ان كلمه او كان كتاب في يده وسقط او مسبحه يسبح بها فسقطت او عصا متكئ عليها فتحركت او تحرك شيء فانتبه هذا يقال نوم خفيف خصوصا ان كان جالسا فاما اذا طال فلا ندري احتمال فيندب منه الوضوء اذا كان متيقن انه النوم خفيف انه لم يستغرق ولو دقائق في نوم عميق فهذه هي النوم يقول ومن الاسباب التي, التي تنقض الوضوء ايضا اشياء سيذكرها رحمه الله تعالى نقف هنا هذا هو الدرس الأول لأننا اتفقنا مع بعض الإخوة ألا نطيل وأن يكون الدرس في بحر النصف ساعة ومن يراني يقول زدت قليلا نقول نسأل الله أن يزيد في صلاح أعمالنا وأعمارنا مع طاعة وعافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولأزواجنا ولمن حضر أو غاب من إخوان المسلمين والمسلمات ولمن تسبب في حضورنا هنا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. <applause>